رقم خدمة عملاء كريم للتوصيل والنقل لأي مكان في مصر. أهلا بكم من جديد على قناة أخبار توب. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. تسهيلا على راكبي التاكسي بمصر وبعض الدول العربية والأجنبية، أطلقت شركة كريم مشروع لنقلهم. على الرغم من حداثة المشروع بمصر إلا أنه حقق نجاحا وتفوقا هائل، وخاصة بعد إثبات الجدارة والأمان لكل من السائق الذي يعمل على سيارته تحت قيادة الشركة، والعميل الذي يصل للمكان المراد بمنتهى السرعة والأمان. كيفية التواصل مع شركة كريم؟ تتواصل الشركة على مدار الساعة مع العملاء لاستقبال الشكاوي والاقتراحات، وذلك اعتمادا على عدة طرق لتحقيق الاستفادة للعدد الأكبر من العملاء، وهذا على النحو التالي: من خلال التواصل المباشر مع خدمة العملاء لكل العملاء المستخدمين للخدمة خلال الساعة، والعملاء أثناء استخدام الخدمة بالفعل، والعملاء بعد انتهاء الرحلة بوقت قصير، وبذلك تكون الخدمة مقدمة من داخل التطبيق ذاته وبدون البحث عن طرق صعبة أو معقدة للتواصل، أو التواصل من خلال الرسائل عبر تطبيق كريم الآيفون والأندرويد، وذلك باستخدام طلب المساعدة ثم إرسال رسالة مكتوب فيها الاستفسار أو الشكوى، أو عن طريق رقم خدمة عملاء كريم من خلال الرقم التالي: رقم خدمة عملاء كريم من أي محمول 011-53-22-88-16 أو 012-043-31-51-0 أو من أي خط أرضي 02-33-02-1610. وفي النهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.